المقادير بتاعة البولتي المقلي. نقول بسم الله. سمك بولتي متنضف كويس جدا من جوه ومن الخياشيم وكله، وهنديله كمان تشريحات دلوقتي على الوش كده قبل ما نحطه في التتبيلة. التتبيلة عبارة عن ثوم مفروم، ملح وفلفل، كمون، فلفل أحمر حار، كرفس مفروم، عصير ليمون، فلفل رومي مفروم، بعد كده في للتغليف دقيق أبيض، وبعدين في زيت للقلي، وده صغير، بولتي صغير، فده ما بياخدش وقت خالص على النار، دقيقتين على أول وش ودقيقتين على تاني وش وهيبقى جاهز. الأكبر شوية اللي هو يوصل لنص كيلو، كيلو إلا ربع السمكاية، وفي سمكات بتوصل لكيلو، ده بقى نديله حرارة عالية على الوشين الأول، وبعدين بنقوم واطيين النار على الزيت خالص ومغطيين الطاسة، ونبتدي نقليه على الناحيتين مدة ما تقلش عن 5 دقايق لكل ناحية علشان يستوي من جوه، تمام؟ لكن ده عشان صغير هنستخدمه كده ايه مدة قليلة. هنعمل ايه بقى؟ هنحط هنا ثوم مفروم، كرفس مفروم، كمون، عصير ليمون، فلفل رومي مفروم ناعم، فلفل حار، ده حار قوي زيادة عن اللزوم، ملح وفلفل، ريحته طالعه باينه، قرون استشعاري قالت لي. انا كشيف. لا معلش، انا كاميره، قرون استشعاري ما تكذبش ابدا، ولا ايه استاذ عز؟ بس انا حاسه كده ان انت بتشكك في قدرات قرون استشعاري، وده اكيد مش في مصلحتك يعني. ولا ايه رايك؟ انا ممكن اثبت لهم دلوقتي ان انا قرون استشعاري صحيحه يعني، مفيش داعي اثبت لهم. طيب ماشي، هو الفلفل طلع حامي خلاص، ماشي اوكي. ادينا احنا اهو ادينا التتبيله وحشينا بطن السمكه. على فكره يا جماعه، الناس اللي بتقلي او بتشوي خاصه يعني في السواحل عندنا في مصر، بالذات الشوي اللي هو شوي بالرده، ما بينضفوش البطن، بيسيبوها مقفولة وبعد كده بتتشال وقت الأكل، ودي طعمها بيبقى مختلف تماما وحلو على فكرة، مش وحش خالص، بس احنا مش واخدين على الطريقة دي. احنا كده تبلنا السمك، السمك بيقعد في التتبيلة مدة 10 دقايق مش أكتر من كده، احنا طبعا مش هنسيبه ال10 دقايق دول، بس أنا بقول لكم يعني وما بيقعدش أكتر من 10 دقايق. السي فود طعمه مش حاد قوي، فلو احنا ادينا له تتبيله زايده عن اللزوم بتغطي على طعم السمك نفسه، فهو 10 دقائق ربع ساعه حلوين قوي. ماشي الحال. وهاخد السمك ده انزله على الدقيق. طيب انا سماعتي واقعه، فانا مش هسمع لو حد كلمني، معلش لحد بس بخلص الدقيق اهو. اهو، ما تستغلوش ان سماعتي واقعه عشان انا هرجعها دلوقتي، ومش هقول لكم ان انا رجعتها عشان اسمع بتقولوا ايه عليا. يلا ادي الدقيق، اغلف بيه السمكه وانزل الدقيق الزياده عشان ما يعمليش عجينه فوق السمك، ولما اجي انزله في الطاسه بنزله عكس عكاس عشان الطاسه تكفي، والزيت ما بيكونش غزير، يعني الزيت زي ما انتم شايفين كده مغطي نص السمكه ونصها طالع فوق الزيت، هو ده الصح. حتى للبانيهات اللحمه والفراخ المفروض الزيت ما يكونش مغطي الحته بتاعه البانيه او الاسكالوب او كده، لازم يكون نصها اللي فوق مكشوف، وده كمان يخلي الحاجه تطلع كريسبي وحلوه. انا البوتاجاز هنا أكلني من الحرارة. يسعوا اخواتهم كده، وده كده خلاص.